السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بيوم عبد النبي، واحنا في فيديو من فيديوهات سلسلة تعليم الوورد. النهاردة هنتكلم عن ضوء، أو إزاي ترسم رسمة بإيدك أو بالماوس. طيب عشان ما أطولش عليكم، خلينا ندخل على طول ونشوف هنعمل إيه. هنا باجي أدوس على كلمة ضوء، وباجي أختار القلم اللي أنا عايزه إن أنا أرسم بيه. هنا شكل القلم أهو أو اللون بتاعه، ومثلا هختار ده وليكن، وببدأ ارسم هنا. مثلا انا عايز اعمل هنا كده كده كده، مثلا عايز مثلا ارسم بالقلم ده حاجه تانية، هرسم هنا حاجه تانية، بشوف اللي انا عايز ارسم القلم ده مثلا وليكن هايلايت، او ممكن اعمل اد بن من هنا وابدا اختار القلم اللي انا عايزه. اخترت مثلا هايلايت، الهايلايت موجود اهو، وبغير اللون بتاعه، خليت لونه اخضر. طب لو عايز ده، وادوس على السهم عشان اغير حتى السمك بتاعه، الثيكنس او اللون بتاعه زي ما احنا شايفين بيتغير. طيب بعدين ببدا اجي هنا مثلا عايز اعمل هايلايت على الكلام ده، عملت هايلايت زي ما انت شايف الكلام واضح، ولكن ده هايلايت للكلام اللي العام. طيب الحاجات دي كلها بستخدمها وبختار القلم المناسب لشغلي، اخترت ده مثلا وبعمل كده وببدا اشتغل زي ما انا عايز، او عايز اشطب على الكلام زي ما انت شايف. وبعدين من هنا ممكن اختار ايريزر وابدا اختار حجمها ايه، سمول ولا ميديوم. اخترت مثلا سمول وابدا امسح حاجات معينه، عايز امسح مثلا الخط ده، بمسح كده الجزء اللي انا عايزه، او امسح السطر ده خالص. طيب لو انا عايز اعمل سيلكت، بدوس كده على كلمه سيلكت وببدا اختار مثلا الشكل ده انا مش عايزه، بدوس ديليت، او الشكل ده وادوس ديليت. طيب هنا مثلا ممكن اختار الشكل ده وادوس ديليت. يبقى من هنا ببدا هنا لوحه التحكم بتاعتي او التولز، هل انا عايز امسح جزء معين، ولا عايز اختار حاجه معينه، ولا عايز ارسم. هنا بختار الرسم وببدا اختار القلم، ومن السهم اللي موجود تحت اختار الثيكنس بتاعه واختار اللون، وممكن كمان الايفكت زي كده مثلا، وابدا ارسم مثلا زي ما انتم شايفين، او بلون جزء معين اللي انا عايزه. طبعا ده مش رسم خالص يعني، بس اوكي. بكده انت تكون انتهينا من الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، وهو ازاي تعمل ضوء او تعمل رسمه باختيار الالوان او الحاجات الموجوده عندك، ازاي تعدل في اللون في السمك بتاع القلم اللي بتشتغل بيه، وازاي تختار وتمسح جزء معين او تمسح الشكل كله اللي انت عايزه. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا، واذا فاتك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف باقي الفيديوهات لما تنزل، وتابع حلقاتنا في سلسله تعليم الوورد، وخد لك لفه كده في القناه بتاعتنا، اعمل شير وفعل الجرس، اعمل شير وفيد، وما تنساش خير الناس انفعهم للناس، والدلع الخير كفاعله. كان معكم ابراهيم عبد النبي، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.